السلام عليكم، ازيكم يا بناتي امارات؟ عاملين ايه؟ خلص رمضان وخلص العيد، كل سنه وانتم كلكم طيبين، ويا رب ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. النهارده هنتكلم عن حاجه جديده في مصر شويه، لكن هي قديمه عالميا، يعني ممكن تبقي تشوفيها في افلام كرتون او في افلام اجنبي، لكن في مصر شويه جديده. هنتكلم عن حاجه النهارده اسمها سمارت هوم. طبعا احنا اكيد سمعنا الكلمه دي قبل كده. يعني ايه بقى سمارت هوم او البيت الذكي؟ علشان اقدر اقول على البيت ده ان هو سمارت هوم، لازم يكون موجود فيه نظام للتحكم عن طريق وحدة تحكم واحدة بس، او عن طريق الانترنت مربوطة بكل الالات الالكترونية اللي في البيت، زي الاضاءة، زي الستاير، زي الاباجورات، زي التليفونات، المكيفات، كل الحاجات دي او اي اجهزة تانية في البيت. نظام التحكم ده قائم على حاجة اسمها مجسات او حساسات او سنسورز، ودي حاجة صغيرة جداً. السنسورز ديت بتعمل ايه؟ على سبيل المثال هي هتقفل اي حاجة ممكن تنسيها مفتوحة زي الحنفيات او المغاسل، وبتمنع فيضان المية جوه البيت، وكمان بيتم ابلاغك باي حاجة حصلت في البيت عن طريق مسج. ايه كمان تاني في السمارت هوم؟ مين فينا مش بتحلم اول ما تصحى تلاقي كوباية الشاي او فنجان القهوة بتاعها سخن؟ مين فينا مش نفسها في الصبح ومع طلوع الشمس تفتح الستاير وتسمع صوت الموسيقى اللي بتحبها؟ كل ده ممكن يعمله لك السمارت هوم. هنشوف ايه هي مكونات السمارت هوم. اول حاجه واهم حاجه هي وحده التحكم عن بعد، او وحده التحكم الذكيه، او باختصار هي مجرد ريموت. يمكن استعمال مفاتيح لمسيه يدويه او استعمال مفاتيح لمسيه اليه بكل سهوله من خلال وحده التحكم عن بعد المصممه مخصوص للغرض ده. ممكن استخدمها في ايه؟ ممكن افتح واقفل الانوار مثلا بشكل متكرر، ممكن اشغل سيناريو معين تم تشكيله في البيت. يعني ايه سيناريو؟ يعني بحط شويه ستيبس تحت بعض بيتعملوا في ساعه معينه، يعني مثلا زي ما قلنا الساعه 8 الصبح يشغل الاضواء، يشغل الاباجورات، يفتح الستاير، كل ده اسمه سيناريو، حاجات ورا بعض بخليه يعملها في ساعه معينه. بضغطه واحده على وحده التحكم عن بعد ديت انا اقدر اشغل السيناريو. كمان بتحكم في كل الأجهزة الإلكترونية اللي شغالة في البيت من خلال وحدة تحكم واحدة. يعني إيه؟ يعني علشان تتفرجي على التلفزيون مثلا، أنت مش محتاجة يكون معاكي ريموت للتلفزيون وريموت للريسيفر، لأ، كفاية أنه معاكي وحدة التحكم الذكية. ممكن نعمل كل ده من خلال جهاز واحد بس، هو وحدة التحكم عن بعد، وأشغل الدي في دي، أشغل أي حاجة أنا عايزاها. كمان مش هحتاج أقوم من مكاني علشان نطفي النور أو نفتح الباب، كل ده ممكن أعمله بوحدة التحكم دي. في حاجة اسمها نظام تنبيه مختزل جوه جهاز الاتصال الداخلي اللي في البيت. انا مش عايزة اشغل دماغكم مصطلحات كتير، بس انا بحاول اوصل الموضوع. هو في حاجة اسمها اتصال داخلي. الاتصال الداخلي ده بيعمل تنبيه. تنبيه لايه؟ تنبيه لاي حاجة انت بتنظميها علشان ينبهك او ينبه الامن او ينبه اي حاجة ايا كان. بيعملها ازاي؟ بيبقى في حوالي 80 سنسورز للاتصال المغناطيسي. زي ايه؟ يعني سنسورز للدخان، للغاز، لارتفاع مستوى المية، للحرائق، للحركة، كل ده بخليه سنسورز معينة. ممكن اعمل شفرة معينة للتنبيه من خلال جهاز الاتصال الداخلي ده. الشفرة دي هتعمل ايه؟ بتعمل لي تنبيه في حالة حدوث اي حاجة من الحالات اللي فاتت ديت، فهيرن جرس تنبيه جوه البيت، وكمان هيوصل تنبيه لغرفة الامن زي ما قلنا، او ليك انت لو حابة. طيب في عندي حاجة تانية من مكونات النظام ده اسمه نظام اللاقط المركزي. يعني ايه؟ النظام ده بيديكي فرصة انك تتفرجي على كل القنوات، انه بيتم استعمال 4 اطباق لمتابعة قنوات البث من تركيا واوروبا وروسيا، وكمان ممكن تتابعي كاميرات الامن من خلال التلفزيون، او تتابعي الاطفال وهم متواجدين في الحديقة او في حوض السباحة، كل ده من خلال التلفزيون. طيب ايه الراحه اللي ممكن يقدمها لي؟ طبعا انت شبه كده كل حاجه هتعمليها وانت قاعده مكانك في البيت. يعني زي ما قلنا لو انا شغلت سيناريو الصبح مثلا، هيفتح لي الستاير والاباجورات اللي قفلناها بالليل، او هيخلي لي البيت على اي وضعيه محدده قبل كده. طيب ممكن اعمل ايه تاني؟ في حاجه اسمها مثلا سيناريو الخروج من البيت، ان انا بمجرد ما هطلع من البيت انا بس هقفل الباب وهو هيعمل كل حاجه. يعني مش محتاجه ان انا الف في البيت علشان اقفل الشبابيك مثلا بتاعتي، او اطفي الانوار، او افصل الاجهزه. مجرد ما بقفل الباب هو بيقوم بكل ده لوحده. طيب ايه تاني؟ في حاجه عملوها اسمها اضاءه ضد البكتيريا ومفاتيح تحكم ازاز. عندي وحده مفاتيح لمسيه كده، دي بتخليني اتحكم في كل الحاجات اللي في البيت، يعني مثلا زي الاضاءه، زي الاجهزه. هو جنب كل زرار لحاجه معينه بيبقى فيه لمبه ليد صغيره بتكون منوره لو الحاجه دي شغاله، ومطفيه لو الحاجه دي مش شغاله. فلو انا عندي حاجه شغاله وانا مش محتاجاها، ومجرد ما بدوس على الزرار بتاعها ده هي بتطفي لوحدها.
كمان لوحة التحكم اللمسية ديت هي بتكون مصنوعة من مواد مضادة للبكتيريا. طيب في عندي حاجة تانية اسمها وحدة التحكم اليدوي، أو عن طريق الهاتف أو الحاسب أو التابلت أيا كان. لو أنا بره البيت وعايزة أتحكم في أي حاجة في البيت، يعني مثلا أقفل الستاير، أطفي الأنوار، أو حتى أراقب البيت كله، أو أشغل سيناريو معين. يعني قبل ما أدخل البيت مثلا عايزة يشتغل التكييف ويشغل لي نور هادي، أو يشغل الميكرويف أو أي حاجة، كل ده ممكن أعمل سيناريو معين، وقبل ما أوصل البيت مثلا بنص ساعة أو ربع ساعة whatever أشغل السيناريو ده من بعيد. طب أنا هعمل كده إزاي؟ أو مثلا ممكن كمان أحسس الناس اللي بره إن كأني في حد جوه في البيت علشان ما يحصلش سرقه او اي حاجه زي كده. ممكن نقدر نعمل كل ده من خلال سمارت هوم، من خلال الانترنت، او من خلال الموبايل بتاعي او التابلت. انا مجرد ما بكتب العنوان بتاعي مع شويه بيانات طبعا عشان الامن وكده، انا بقدر ادخل على البيت بتاعي وبقدر اعمل كل اللي انا عايزه. طيب زي ما قلنا المراقبه والتحكم عن بعد من خلال الموبايل او من خلال التابلت او اي حاجه، كمان ده بيأمن لي في حالات السرقه، بيأمن لي البيت في حالات السرقه، او لا قدر الله لو حصلت حريقه. الامن، النظام الامني بتاعي بيبلغ الامن مباشره بوجود تدخل مش طبيعي جوه البيت، وكمان بيأمن للامن ان هو يدخل جوه البيت بدون ان اللي جوه البيت يحس لو ده حصل سرقه. طب في عندي حاجه اسمها مجسر الحركه. مجسر الحركه ده بيعمل ايه؟ بيستوعب اي حركه او سكون، وبيقفل اي حاجه شغاله بدون ضروره، وبيفتح اي حاجه لو انت محتاجاها. يعني لو ما فيش حد في المكان ده انا ممكن اعمل كده على حسب السمارت بتاعي هو شغال ازاي. يعني المكان ده يفضل مثلا سنسور شغال، لو ما فيش حركه في المكان ده يبقى ما فيش حد، فاطفي كل حاجه موجوده. تمام، ده طبعا بيديني اقتصاد عالي جدا في الطاقه، لان احنا كام مره بنسيب كل حاجه مفتوحه في اي حته، فبالتالي هو بيطفي الحاجات دي فبيعمل لي اقتصاد في الطاقه وسهوله الاستعمال. لان طبعا كلنا بنطلع من الاوض زي ما قلنا ونسيب كل حاجه شغاله، فانا بمجرد بالريموت بتاعي ممكن اطفي كل حاجه. عندي شاشه جهاز الاتصال الداخلي جوه الشقه. يعني ايه؟ يعني مثلا لو حد رن الجرس عندي، انا قدام الشاشه ديت ممكن اشوف مين اللي بره، ممكن اتكلم معاه، يبقى ممكن افتح الباب او اقفله، يعني اعمل له لوك بحيث ان حتى لو اللي بره ده ما يقدرش يدخل باي شكل من الاشكال. تمام، وطبعا بوصل كل ده باجهزه الامن اللي عندي. طيب ايه العيوب؟ مفيش حاجه يعني ليها مميزات بشكل مطلق، لازم يكون لها عيوب. في مقابل كل المميزات دي، في خبيره في الاتحاد الالماني لمراكز حمايه المستهلك قالوا ان هم متخوفين من انتهاك المنازل الذكيه لخصوصيه البيانات، لان ممكن الشركات اللي عملت لك السمارت هوم ديت تعمل بروفايلز لكل الناس اللي عندها، وبالتالي البروفايل الخاص بالمستخدم ده بيضمن مواعيده ومواعيد وجوده في البيت وبره البيت، عاداته الغذائيه، الحاجات اللي بيحب يشتريها، وكل ده بيستخدم للشركات الدعايه الموجهه. يعني تلاقي مثلا جايلك مسجات على الموبايلات وحاجات زي كده عن الحاجات اللي انت بتستخدمها، يقول لك مثلا عندنا جهاز جديد لكذا، او عندنا جهاز جديد للحاجه ديت، او عندنا تكييف جديد. فهو شاف من البروفايل بتاعك من سمارت هوم ان انت بتستخدم الحاجات ديت، وبالتالي هو بيعمل لك دعايه ليها. كمان هم حذروا من ان احنا نستخدم الحاجات اللي اسعارها مخفضه او تكاليفها مخفضه، لان ده معناه ان الشركات ديت يعني مش مظبوطه، واكيد هتستخدم البروفايلز بتاعتك ديت لاغراض الدعايه. وده كمان احنا لازم لو احنا هنتشغل سمارت هوم ده يكون مع شركات مضمونه وناس متخصصه، لان ده مش بس هو ممكن يستخدم البروفايل بتاعي، ده انا لو اشتغلت مع ناس مجهوله المصدر ده ممكن يسرقوني، لان هم هيبقى ممكن يعرف هو انا فين دلوقتي، موجود ولا مش موجود، ممكن يخترق النظام لان هو اللي عمله. بالتالي بقى انا لازم اشتغل مع ناس مضمونه. حاجه اخيره، بعد ما اتفرجتوا على الفيديو، لو اي حد عايز ينفذ حاجه زي كده من السمارت هوم ممكن يراسلنا، واحنا هنوفر له افضل العروض وهنشوف ايه اللي يناسبك. وبجد الفيديو المره دي تعبني جدا جدا في تجميعه، لان الحاجات دي زي ما قلنا مش موجوده قوي لسه عندنا في مصر. يا رب اكون فدتكم، ولو الفيديو عجبكم اعملوا لنا لايك علشان نستمر معاكم، واشتركوا في القناه، قناه بيتك مع رنا، عشان يوصلك كل اخبارنا وفيديوهاتنا. وما تنسوش تعليقاتكم وارائكم، وكمان لو عايزين نتكلم عن اي حاجه تانية يا ريت تبعتوا لنا. اشتركوا معاكم في القناه بيتك مع رنا. يعني مش اي حد ممكن يستخدمها.